روح يقولون الانقسام بالسياسة حالة صحية إلا بالعراق، لأن الانقسام ممكن يتحول إلى استغلال نظرية مؤامرة ومعادلة كونية، أو يتحول إلى قضية ابتزاز ونصير آني وابن عمي والغريبة على أخويا. بهيجي موقف مقتضب نقدر نلخص اللي دا يصير ويا البيت الشيعي اللي تقول عليه بعض الآراء أنه بيت جمعتها المعارضة وفرقتها السلطة وشتتتها المشاريع السياسية، لأن اللي جاي ينادي بالأغلبية سابقا وينبذ التوافقية صار يتمسك بالتوافقية ويلعن الأغلبية، والعكس هو الصحيح. وهذا اللي دا يصير ويا الإطار التنسيقي الشيعي والكتلة الصدرية. الطرفين شكلوا وفود ودفعوا باتجاه بحث الاستحقاقات اللي ينبغي الإسراع في الوصول إلى اتفاق مشترك. طبعا هنا الإطار وضع ضمن أولوياته بالحوار مع السنة والكرد هو موضوع الانسحاب الأمريكي من العراق نهاية العام الحالي، لكن المزاج السني إذا مو كله فأغلبيته مع البقاء. أما قضية الحكومة فيبدو راح ترجعنا للمربع الأول اللي ما حد يعرف شنو ملامحها، لأنه الزعامات ما تريد تتفق على شيء معين حتى ما يقال فلان اللي عنده خلاف مع فلان تنازل على موده، والشد والجذب يستمر وما حد واقع بيها بس ابن الخايبة اللي صار مثل السمك ماكول بالسلاح المنفلت ومذموم بتفجيرات داعش.